سلام ويعطيكم العافية. اليوم بدي احكي عن موضوع يمكن شوي هذا الموضوع يكون محرج ومؤلم وصعب وبالنسبة لي انا قاسي جدا، لكن حبيت احكي فيه لانه قد يعطي جواب شافي وقد يهدي بعض الناس الى الطريق الصحيح. طبعا زي ما انتم شايفين هذا صار جزء من الاستوديو تبعي. جو حلو عندنا هلا في كندا بالشتاء. طبعا هذا المكان ما بتقدر تجلس فيه، كله ثلج، بكون الثلج بكون تقريبا ارتفاع هاي الطاوله واذا مش اعلى. اليوم بدي احكي عن موضوع اللي هو الهجره للدول الاجنبيه، كندا واستراليا. لما رحت استراليا عملت فيديوهات عن استراليا، جاني كتير من الأسئلة عن الهجرة لناس طبعا ما بعرفهم، عاد يكتب لي الكيس تبعه وبجيني هون على كندا. للأسف بجيني كتير على السبام، على الماسنجر، على الفيسبوك ماسنجر، ما بشوفهم غير بعد فترة متأخرة. أصدقائي كتير بيجي يسألوا، فحبيت أعمل هذا الفيديو عشان أفهم العالم ايش اللي بيصير. طبعا هذا يمكن الفيديو موجه من كل واحد عايش برا، عايش في كندا او في استراليا. ما تفكرونا احنا حابين انكم ما تيجوا عندنا، بالعكس يعني اهلا وسهلا فيكم، وهذه ارض الله واسعه فاسعوا في مناكبها، واللي جابنا هون ان شاء الله بيجيبكم. لكن توقعوا او اهم شيء انه الدول هاي فيها قانون، يعني مش عشان انا عايش فيها او فلان عايش في استراليا معناه معاه ختم واعد يختم فيز للناس اللي بيعرفهم يجيبهم بأي وقت. الحكي هذا مش موجود. كتير ناس بتسأل عن الإميجريشن خاصة لكندا. بديش أحكي عن أستراليا لأنه موضوع أستراليا يمكن يختلف كتير، بدي أحكي عن موضوع كندا. الحياة في كندا حلوة وجميلة، مش سهلة زي ما انتم شايفين. الشجر وراي ما علي مصاري، يعني ما بلقت المصاري من الشجر. الله يعين الناس في كل مكان. في ناس هون عايشة أسوأ من دولنا العربية، في ناس عايشة أحسن بكتير. كل هذا بيعتمد عليك وبيعتمد على شجاعتك وقوتك في إيجاد فرص عمل وطريقتك وأسلوبك والباك جراوند تبعك والإكسبيرينس وكل هاي الشغلات. لأن موضوع الإميجريشن لكندا بشكل عام محدد بعدة طرق. يعني بيجوا ناس بيسألوك بقول لك أنا بدي أعمل إميجريشن لكندا، إذا أنت مش قادر تدخل على الويب سايت تبع السفارة أو تبع الحكومة الكندية ومش عارف تقرأ، فلا تتوقع إنه راح تحصل على إميجريشن. لأنه أهم شروط الإميجريشن إنك تكون حاصل على آيلتس بدرجة 6.5 وأعلى، مينيموم 6 في كل جريد. فإذا أنت إذا ما عندك هذا الليفل، ف لا تتوقع على النوع الاول اللي هو skilled workers او اللي بسموه الاكسبرس انتري. هلا هذا للوظائف، يعني اذا انت مطلوب وظيفتك وبدهم اياك بيجيبوك عشان العمل، سوق العمل. النوع الثاني اللي هو الريفريجيز او الهجره، وهذا طبعا له قوانينه ولازم تكون مسجل في الامم المتحده بمفوضيه اللاجئين، ولازم يكون عندك رقم وعن طريقهم تدخل، او بدك تلاقي هون سبونسرز، 5 سبونسرز لهم دخل ثابت يجوا يعملوا لك سبونسر، لان الحكومه لن تعمل لك سبونسر الى الان موقف هذا الشيء. اذا لقيت الفايف سبونسرز اي ثينك انه الابلكيشن. طبعا برضه هذا يعني تروح تحضر الفيلم هذا او الفيديو هذا بعد شهر تقول لي انت حكيت هيك، لا القوانين بتتغير، فلازم تتابع الموقع تبع الاميجريشن. وهذا احد الاشياء انه بتيجي بتسالني، انا جاي قبل 10 سنين على البلد او 11 سنه، مقدم قبل 12 سنه او 13 سنه. الاميجريشن ايام والقوانين كانت تختلف، انا مش عم بتابعها لاني انا ما بشتغل في هذا المجال، انا مش كونسلتنت. الشغلة الثالثة اللي هي حكينا الأولى اللي هي سكيلد بالوظائف. الشغلة الثانية بالإميجريشن تبعت الريفريجيز، في طرق كثيرة ممكن تدخلوا وتشوفوها. والطريقة الثالثة واللي هي معروف البزنس، إذا معك فلوس تقدر تعمل هون انفستمنت وتيجي، أهلا وسهلا فيك. فهي ثلاث طرق. طريقة رابعة بتعرف حدا، صاحبك حدا، بتعرف رئيس الوزراء، هذا كل الحكي هذا ما بينفع. فصدقوني صدقوني صدقوني انا بحكي معكم وقلبي محروق، وانا عارف انه
في كتير بعرفهم ناس وحبايب واصحاب واصدقاء واقارب حابين يجوا وحابين يعملوا immigration، بس الموضوع مش في ايدنا، مش 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 عندنا يعني. فما تخلي حدا يضحك عليك. للاسف 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 يعني لما بتحكي لواحد النصيحة الصحيحة بتوقع انه هو كرهانك او مش حابب انك تيجي او بيكذب عليك. لما تلاقي له واحد نصاب يكذب عليه يقول له كندا ولا اسهل منها، انا بضمن لك الموضوع وبجيب لك الامور، بس ادفع لي 5000 دولار او 10000 دولار وحط لي اياهم بالحساب الوديعة الفلانية. وصارت قصص يا جماعة وانضحك على ناس. ما تخلي حدا يضحك عليك. مرة تانية، هاي الثلاث طرق اللي ممكن تجيها. يمكن في طرق ثانية انا ما بعرفها، ابحث. يعني انا مش عم بحكي لك اني علامة، انا عم بحكي بشكل عام عن الموضوع. ابحث عن الطرق او الطريقة الاصح لك، وما تخلي حدا يخدعك. كون واقعي، اعرف الليمت تبعك، الانجليزي ليفل، العمر. واحد عمره 60 سنة ايش بدهم؟ ما حد حيجيبه هون كسكيلد، صح ولا لا؟ فيعني الا بيكون عنده سوبر شغلة عشان يقدروا ينظروا في ملف. فلازم تكون واقعي، يعني لازم يكون عندك بيز صحيح وقاعدة صح عشان تقدر تبني عليها الحلم تبعك. مش عم نحكي الآن عن كندا كويسة ولا سيئة، كندا حلوة ولا لا، الشغل فيها سهل ولا لا، كل هاي الأمور يمكن بدها فيديوهات ثانية ومفصلة أكثر. بس هذا الموضوع لا تخلي حدا ينصب عليك. تيجي بتلاقي مثلاً مجموعة العرب في كندا، بدخل واحد من دولة عربية، يا جماعة والله أنا بدي أسافر على كندا، احكوا لي شو الطريقة. يا أخي يعني واحد، أي واحد ممكن يمسكك غادي ويبدأ عملية نصب عليك. الموضوع ما بيجي هيك، مش والله هلا ممكن يعني في ناس تعطيك خبراتها وناس بتقول لك مثلا شو تسوي، بس لازم تكون منتبه. إذا أنت مش عامل your research وعارف تدخل على موقع الإميجريشن، حطولكوا إياه إن شاء الله. very سهل جدا، CIC Citizenship and Immigration Canada، CIC Canada easy يعني. فالموضوع سهل جدا، بس ادخلوا على هذا الموقع واقرأوه. يعني حتى لو مش عارف تقرأه يا عمي، في عندك جوجل ترانسليت، صار سهل جدا انك تحطه بس في جوجل ترانسليت. جوجل ترانسليت بترجم لك اياه للغة تبعتك، العربية او whatever اللغة الفرنسية اللي بتفهمها. طبعا من شروط انك تيجي على كندا ان يكون معك احد اللغتين الرسميتين، انجليزي او فرنسي، وتكون ملم فيهم جيد. احد الشروط طبعا، لازم العمر والادوكيشن والهاي الشغلات، هذا في السكيل. الان في ناس بيجي بقول لك لا يا عمي هذا الموضوع صعب جدا ومخربط وهذا. يا عمي هو هيك بدك تقعد لك سنه سنتين يمكن ثلاث، في ناس قعدت 5 سنين الاميجريشن بروسس تبعها. مش الموضوع سهل، مش بيوم وليله. يس في دول ثانيه بتعطيك جواز سفر، الموضوع بيختلف. جواز سفر بدون ما تعمل بروسس طويل، بكون بسموه حتى في دول بتعطيك اياه بدون اقامه، بدون ما تقيم هناك، يعني بس تعمل البروسس بعد 6 أشهر بتروح تستلم جواز السفر. وجوازات السفر تبعتهم مش سيئه، هذا للانسان اللي بده جوازات سفر. في عندك دول بربادوس، حتى قبرص ومالطا تبعته، بده يكون عندك انفستمنت طبعا. فاللي معاه فلوس يفكر في هذا الموضوع، بكون اسهل له. سانت نيفيس في الكاريبيان، في الدومينيكان في الكاريبيان بعطوا. يعني انا مش ملم في كل هاي الدول ولا الشروط تبعتها، لانه كل دولة لها شروط وفي لها مبلغ. اعتقد في 400 وفي نص مليون، 400,000 ونص مليون، بيعتمد على المبلغ اللي بدك تحطه في الدولة عشان تقدر تاخذ انفستمنت طبعا، جواز سفرها. فأرجوكوا يعني هذا الفيديو طالع والله من القلب، وفيه غصة وحزن يعني صدقا يعني حابب انه نقدر نساعد الكل، لكن بجيك احيانا اسئلة صراحة ما بتعرف كيف تجاوب عليها. يعني بديش اذكرها لانه اللي حذكرها راح يعرف صاحبها وحيزعل. هاي الاسئلة بتبين انه صاحب الاسئلة مش عامل ولا ريسيرش ولا بده يعمل ريسيرش. فعشان هيك يا جماعة بالله عليكم لا تخلوا حدا ينصب عليك، وخاصة محامين الهجرة أو خبراء الهجرة اللي بتشوفوهم في دولنا، مهمة جدا. روح على الإميجريشن لوير تبعك أو الكونسلتنت، اطلب منه رقمه وادخل على السي آي سي، اعمل ريسيرش على هذا الرقم. إذا لقيت هذا الرقم مطابق للاسم، ف
فبكون هذا الشخص صحيح ممكن تروح عليه، مع انه 100% هاي الابلكيشن ما بدها اصلا محامي ولا بدها خبير هجرة ولا بدها كونسلتنس، لانه الموضوع كله سهل، هو ابلكيشن بتعبيه الاوراق المطلوبة، هو ما حيسوي لك شغل السوبر، اللهم هو حيرسل هاي الاوراق باسمك وحيستقبلها باسمك. That's all. يعني إلا إذا كيسك هلا في شغلة غريبة أو في شغلة سترينج ممكن تسويها. ومرة ثانية إن شاء الله رب العالمين نتمنى لكم كل الخير، وإن شاء الله تجدوا الأفضل في حياتكم وتجدوا الخير كله، لأنه مش معناها إذا أنت جيت على كندا معناها هذا الأفضل لك، الأفضل لك هو ما ييسر لك الله سبحانه وتعالى وييسر لأولادك. نتمنى لكم كل الخير، وصدقا صدقا صدقا حابين انكم كلكم تكونوا معنا هون، حابينكم تكونوا عزوتنا واهلنا، لكن الموضوع زي ما حكينا لا بيدي ولا بيد غيري من سكان لا كندا ولا هاي الدول استراليا وامريكا. لازم تكون واقعي، عارف شو الاجراءات، تتعلم الصح، لان الطريق الغلط ما راح يوصلك الا لمكان غلط. يعطيكم العافيه والله يوفقكم يا رب، وسلام في فيديو اخر. أعجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت.